السلام عليكم، صباح الخير عليكم كاملين. اليوم ان شاء الله مع الشيف سيمو غادي تشوفوا فيديو جديد ان شاء الله. غادي نمشيو نتقداو انا والاخ عادل، غنمشيو للسوق ديال باندا اللي معروف هنايا، نتقداو شويه الخضره وشويه المسائل اللي خاصه لنا. المهم غادي نمشيو لباندا ونصوروا معكم الاحداث، وكنتمنى هذا الفيديو حتى هو يعجبكم، وشكرا على التتبع ديالكم. خويا عادل، شي كلمه للجمهور ديالك؟ نتمنوا ان شاء الله يعجبكم داكشي اللي غنقدموا لكم، وفاصل ونواصل حبيبي عادل. المهم كيف ما كتشوفوا مع كورونا راه دايرين الصف، حنا من بعد محل الاسباس. الان كيف ما كتلاحظوا احنا في المركز التجاري ديال باندا، غادي نشوفوا خونا عادي شنو باغي يتقدى لينا، وغادي ندوزو كيش قد الخضره وداك الشيء. ومرحبا بكم في الصباح. يا دابا انا كنتقدى بكري وكنتقدى بالزيت. علاش عادي؟ كدير الفلفله الخضراء وحمراء. كتعطي واحد الديكور زوين في الاطباق. شبقالك عادل؟ ناخذ اخويا شويه بالكراف الحريره. الحريره، الله 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 الله. كيف ما كتلاحظوا عادل داز ياخذ مطيشه، ممكن كيقول غادي يصوب لنا الحريره، هذا الشيء اللي كيقول. عادل باغي تصوب لنا الحريره اليوم؟ ان شاء الله. ياك اخويا. ومعنا احلى بوتشاري مغربي، شي كلمه. الله يحفظكم، الله يحفظك والله يعاونك والله يسهل عليك. الله يحفظك، هذا هو الجزار اللي عندنا هنايا. واش بغيت تصوب به عاد؟ هذا نصيبو به مسمن معمر بالدجاج. عادل غير تهلاش فينا ولا ما يتهلاش فينا؟ السي محمد ديما كيعطينا الحاجه نقيه. الله يحفظك اخويا السيمو. شكرا اخويا السيمو، الله يحفظك. يلا الان كيف ما كتلاحظوا معنا احنا تقدينا، وغادي نمشيو للدار وغادي نشوفوا خونا عادل شنو غادي يوجد لنا اليوم. تشوفوا بعض اللحظات ان شاء الله. الان كيف ما كتشوفوا معنا بعد ما رجعنا من الشوبينغ، عادل شنو غادي تصاوب لنا العشاء؟ نصايبوا ان شاء الله اليوم مسمناس معمرين بالدجاج ان شاء الله، والشحمه وفلفله وبصيله، ونصيبو حريرة ان شاء الله. الله 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 على العشاء اليوم. الله يعطيك الصحة. مرحبا. من بعد ما وجدنا العجينة ندوزو للحشوة ديال المسمن اللي غنحتاجو فيها الشحمة ديال القلمي، صدر ديال الدجاج، جوج صدورة، فلفل اخضر وفلفل احمر وبصل وثوم. عندنا قزبر ومعدنوس، عندنا قزبره جافه، شويه ديال الريحان، شويه ديال الكمون. انا الكمون في اي حاجه كنستعملو، الابزار، فلفل اسود، شويه الكركم والزنجبيل، شويه الملح حسب الذوق، وزيت زيتون. ندوزو اول خطوه، نحطو الشحمه ديالنا. الان نضيفو الثومه والبصل ديالنا قطعناه، نضيفو الدجاج غسلناه قديناه. من غادي يطيب الدجاج بحال هكا غادي تفرد الثوم؟ من غادي يطيب الدجاج غادي نهزوه بوحدو وغادي نفرد الثوم باش يجي كتير. نديرو واحد ملعقة ديال سكنجبير، الزنجبيل، الكركم، ملعقة ورق ريحان، ونصف ملعقة قزبرة جافة. الله يعطيك الصحة خويا علي. وطبعا ما نساوش الملح حسب الذوق. كنضيفو شويه ديال زيت الزيتون، ما نكثروش بزاف الزيت لان عندنا الشحمه باش ما يجيش يدم بزاف. زيت الزيتون غير تعطي المذاق ديالها. وطبعا
طبعا كنضيفو زهور المعدنوس مغروش الدجاج ديالنا كما كنلاحظوا قربي استوى. غادي نزيدو الفلفل قطعنا حتت صغيره انا نخلو الفلفل يستوى مع الدجاج ياك اييه ومن بعد نحيدو مع النار خليوها تطيب على خاطرها والفلفل تذوب شويه هذيك الساعه غادي ناخذ الدجاج ديالنا ونفلتوه باش نبدا نصايبو نسمن ما يخلوش يبرد ايه شويه ضروري تبرد شويه لان ما نقدرش نستعملوه هو ما حسبوه نوزو الحريره كنجهزو لوازم الحريره معروفين حب جوج حبات الطماطيشه حبه البصل والكرافس طبعا خصو يكون عندنا الحمص في الزك مطيشه الحك وقزبر ومعدنوس والعطريه ديالنا طبعا عاديه هنا انا كنصايبها في الخلاط كنحط كلشي في الخلاط يتضرب مره واحده ونزيد عليه ونحطو في الحله ديالنا ان شاء الله الخضره ديالنا في الخلاط وكنضيفو عليها شويه ديال المدافي باش تطحن بسهوله ونطحنوها ونبداو في الترتيبات ديال الحلال ان شاء الله نديرهم في الكوكوط نزيدو عليها واحد شويه ديال الماء كنضيفو عليها شحال تقريبا ديال الماء سخون هذه واحد نصف لتر ديال الماء سخون على حساب الحله كنخليو على حساب الحله كنخليو المكان حيت مازال خصنا نوجدو ليها باش ندورو طحنو الماء باش ندورو تو كنضربو في الخلاط وكنخليوه محطوط جاهز الى ما تستوي الحريره وكندورو هذيك الساعه بالفرص والماء وشويه ديال الشعريه الان كنزيدو قزبر ومعدنوس كنزيدو الحمص في الزق جاهز بسم الله الحمص والعدس كدير على حسب الذوق كنضيفو العطرية شوية ديال الملح حسب الذوق مكتروش بزاف فلفل أسود وشوية الكركم كنضيفو طماطم مركزة عجين طماطم مركزة زعتر دابا غنحيدو من العافية نحيدوها باش نحيدو الدجاج ديالنا باش نفلتوه ونخليو لافارس تبرد ومن بعد اخويا عادل نعمرو المسمن نطلقا باش نعمرو المسمن ان شاء الله من بعد المسمن نكملو الحرارة ديالنا ونمشيو نتعشاو ونعمرو شي بلاد ديال اتاي الاكس بوكس عاوتاني شي ماتش اكس بوكس ضروري صحة بسم الله حنا حلينا هاد الحريرة ديالنا الحريرة طابت الحمص طاب دابا غادي نليوها غادي ندوروها ب المورفوس والجبنة كنديرو القياس اللي كنبغيو واش كنبغيوها تقيلة واش كنبغيوها خفيفة نزيدو بشويه بشويه اول طون كنحركو وكنزيدو عليها شويه ديال الشعريه الشعريه كنديروها هي الاخرى حتى هي كطيب يطيبو ونجهزو الدفعه الثانيه ومن بعد ما طاب المسمن ديالنا نحطوه في طبيسيل الله يعطيك الصحة خويا عادل أنا خويا الله يعطيك الصحة
الحريره نسخنوها شويه تبقات من قبيله، خصها واحد شويه تسخن. هذه هي الحريره ديالنا. الله يعطيك الصحه خويا.